أعزائي الصغار، أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد من برنامجكم الفنان الصغير. في لقائنا اليوم راح نتكلم شوية عن وقت الفراغ اللي يقضونه الصغار في فترة العطلة. كم تكون الحين في فترة مضت من العطلة، لكن أحيانا وأكثر الأولاد تقريبا البنات يفرحون في الأجازة، طبعا يستانسون في أجازة، لكن أول ما تبتدي الأجازة يشعرون أن أكو فراغ وأكو ملل ساعات، يعني يحسون أن في فراغ وفي ملل، ويحاولون أن يعني يملؤون وقت فراغهم بأشياء. إذا في توجيه، إذا أحد يوجههم يقول لهم تروحون النادي، اللي عنده هواية معينة يقدر يسويها في البيت، في أحد يوجههم يقول لهم، ويكون في رغبة من الأولاد إن يشتغلون، يدشون دورة في الرسم، في الخزف، في النحت، في الرسوم، يشتركون في النادي، ممكن يشتركون في الأنشطة الرياضية، فيصير في وقت يقضونه في الأشياء هذه، وساعات يدورون وقت علشان يكملون باقي هواياتهم ما يلقون وقت. ساعات الإنسان يبحث عن وقت معين علشان يكمل في هوايته ما يلقى، مثل لما تكون أنت في الحصة مستانس من حصة الموسيقى أو من حصة الرسم مثلا، أو من حصة العربي فيها قصص وفيها روايات وشغلات، فما تبي مثلا أن الوقت يخلص فتحتاج الوقت. نفس الشيء الأولاد يحتاجون للوقت أحيانا عشان يكملون وينمون هواياتهم. أصغر هواية ممكن تكون عندك في البيت ويعني وأرخص هواية ممكن تأخذ كل وقتك، تجمع صور، تجمع طوابع، تجمع أغطية علب، يعني في كثير من الهوايات البسيطة اللي مو بالعين شيء لكن في الآخر تصبح هاوي ممتاز. احنا أصدقائنا اللي يكونون موجودين معنا نتمنى أنها على الأقل يعني يعطون وقتهم أو يعطون من وقتهم شوية للرسومات. صديقتنا الجديدة اليوم شيخة موجودة معنا هني في الاستوديو، وتطلع الحين على شاشة التلفزيون عشان تقدم روحها لأصدقاء البرنامج وتقول لنا اسمها الكامل. قولي اسمك الكامل يا شيخة. شيخة سعد عبد العزيز العنسي. أنت الحين أي صف وبتروحين أي مرحلة؟ الحين بابتدأ بروح المتوسط. إن شاء الله سنة تروحين ولا متوسط مش ذي؟ زين. ولا متوسط طبعًا شوية راح تختلف، أو المرحلة المتوسطة شوية تختلف عن المرحلة الابتدائية، بس هي تكملها معدل، يعني مو قصدي تختلف تخافين يعطونك شو اسمه، بس الإنجليزي معدل شوية بعد في بعض المواد، وشوية أيضًا في المواضيع في الرسم والشغلات هذه. أنتوا في رابعة، شنو الدروس اللي أخذتوها في اللي انت تحسين هي دروس مفيده او اشياء مفيده اخذتوها في الرسم في التربيه الفنيه؟ يعني الابله قالت لكم شغله مفيده غير الرسم، كذي سويتوا اشياء ومجسمات او رسومات او موضوع زين، ولا نسيتي؟ ها سوينا عن البحر سمك. شنو سويتوا يعني شنو داخل البحر؟ ايه قاع البحر مثلا. ها ايه شنو السنة سويتي شيء السنة أنت رسمة أو شغلة أو أشغال فنية والأبلة قالت الله والشغل وتمام شاطرة شيخة، يعني شجعتش في شغلة معينة، في شيء سويتي في المدرسة؟ شنو؟ قاع البحر سويته. رسم ولا أشغال؟ لا رسم. رسم؟ وشنو الألوان اللي استخدمتيها؟ خشبية. خشبية يعني تصير زينة واضحة؟ لأن كل الأولاد والبنات لما يستخدمون الألوان الخشبية يسوونها فاتحة، إيش حقه؟ أحلى. فاتحة كل الألوان فاتحة تصير. أحلى عشان تبين الصورة، لأن القاجة ما تبين الصورة عدل. لا مو قصدي فاتحة يعني فاتحة يعني أصفر وبرتقالي، وأنا أقصد تسويها بالألوان القامجة الأسود والأزرق لا ما أقصد كذي، يعني يرسمون يعني إيدهم خفيفة على القلم فتطلع الألوان خفيفة. شفت اللون الأحمر في الألوان الشينية شلون يطلع؟ مو قوي؟ إيه. يجيب اللون الأحمر بالألوان الخشبية وسوي على ورقة يطلع خفيف. تدرين ليش؟ ليش؟ أقول ليش؟ لأن الأولاد والبنات ما يضغطون على القلم زين، يخلونه خفيف كذي بالعدال، يخافون يضغطون على القلم يمكن عشان لا ينكسر. ها؟
بس لو جربوا يضغطون على القلم الأقلام الألوان الخشبية راح تطلع الألوان أقوى. عدل يا شيخة. زين نبتدي نشوف رسوماتك. احنا نشوف على كاميرا واحد هنا. نشوف اللوحة هاي اللي اخذتكم شيخة. اللوحة هذه تكلمين عنها شوية وبعدين نشيلها ونرجع نكمل الكلام. قولين شنو موضوعها على الأقل، شنو اسم موضوعها؟ يعني هذا بحر، يعني الناس سيارات. ايه نبي نشوف بس أصدقاء البرنامج شلون فوق. فوق شنو أكو؟ سيارات. اي والسيارات وين واقفين؟ الشارع. بعدين الناس من وين ينزلون؟ من الدري. من الدري وين يروحون؟ البحر. اي شوف شلون مقسمه اللوحه شيخه، مقسمه اللوحه ثلاث اقسام. القسم اللي فوق اللي هو فيه شنو؟ الشارع عدل، والقسم اللي في النص اللي فيه الرمل، وبعدين بحر. البحر ثلاث اقسام يعني تقريبا. تمام. طبعا انت الحين صرتي في رابعه ابتدائي بتروحين المتوسط، تعرفين شنو القريب والبعيد؟ ها تعرفين شنو المرتفع وال ايه القريب يعني شلون القريب؟ الشيء القريب نشوفه واضح ولا نشوفه شلون؟ لا بعيد. لما يصير قريب يمنه ما تشوفينه؟ اشوفه. ولما يكون بعيد ما اشوفه. ما تشوفينه. زين والاشياء الاحجام الحجم يكبر ولا يصغر لما يروح بعيد؟ يصغر. ولما يقرب علينا يصير كبير. حتى صبعك شي حطيه بعين شي تلاقينه كبير معدل، ومثل السياره اللي من بعيد والطياره والاشياء هذه. ها فتصير يعلمونكم بعد المنظور يسمونه البعيد والقريب. فخوش تقسيم هذا. طبعا انت البحر لازم يكون شنو فيه؟ سمك. سمك ها؟ عدل. تمام. هني في اللوحة هذه نقول حق أصدقاء البرنامج انه اكو مواصفات وشغلات في رسوم الأطفال للحين موجودة في رسومات شيخة. ممكن يعني مع الوقت تروح لكن لا زالت في المرحلة هذه. نشوف المرحلة هذه هني اكو قبل لا تتكلم شيخة اكو شيء يسمونه تسطيح مسطحة. الحين شنو هذا بالضبط؟ ها؟ ايش يسمونه هذا اللي البحر؟ الا انزين هذا اللي بلون البني ايش يسمونه؟ ها؟ السور. السور ولا باب السور؟ باب السور. باب السور. انزين والناس يطلعون منه وين يروحون؟ يروحون البحر. يعني يطلعون منه ويروحون. زين والسور هني ايش حقه؟ ما اقدر اقول ايش حقه لان انت رسمته كذي يعني هو الباب وبعدين طالعين من الباب ورايحين. بس الكلام هذا نقوله حق الكبار عشان يعرفون شلون الصغار يرسمون بطريقة التسطيح يعني يسطحون الشكل مو لازم يكون بالضبط مثل اللي موجود في الطبيعة. عدل يا شيخة. عدل. ايه تمام. شوف الباب شلون صاير مكتوب هني. شو مكتوب؟ ها شو مكتوب؟ حياكم الله. حياكم الله. زين هذول يطلعون من الصوب من باب السور وبعدين يروحون شو يسمون الشغلات هذه؟ شو يسمونها؟ العاب شعبية. تعرفين هذا شو يسوي بالضبط؟ حصان. شو يور الحصان؟ العربانة. عربانة شنو فيها؟ يهال. زين وهذول شو يسوون؟ يلعبون. يلعبون. زين شفت انت يوم البحر؟ الاشياء اللي الالعاب اللي موجوده في يوم البحار نفس الالعاب اللي موجوده قبل في مدينه الترفيهيه؟ ها شلون تختلف؟ ايه. ليش تختلف؟ هذه الالعاب قديمه. شاطره. هذه الالعاب قديمه وكانوا الناس يسوونها قبل بالكويت. هم الناس يسوون الالعاب هذه بيدينهم ويخلون الاهال يلعبون. كلها مصنوعه من شنو؟ خشب. من خشب. تمام تمام. شاطره يا شيخ فاهمه كل شيء. شيخ نطوف اللوحه هذه لان الوانها ناقصه نطوفها. حتى اللوحة هذه ناقصة بس أنا أبي أفهم ليش ناقصة. يعني إحنا نشوف هالحين شيخة تقول لنا إيش حق اللوحة كذي ناقصة. عدل ها ليش اللوحة هذه ناقصة؟ شو اسم موضوعها أول؟ طيب قولي موضوعها. هذا الجمل قاعد يمشي في الصحراء. الجمل يمشي في الصحراء. إنزين الصحراء خالية كذي وما سويتي أشياء ثانية ولا شنو قصدك؟ يعني هذا يودون البضاعة ويردونهم. زين لاحظوا الأصدقاء البرنامج يلاحظون أن اللوحة تقريبا فاضية واللقطة هذه نشوفها فعلا لما نشوف في جمل أو جملين في الصحراء نلاقي الصحراء ممتدة وفاضية كلش
خالية وفيها بس جمل قاعد يمشي. يمكن نشوف شيخة، يمكن تكون شي قصدك، ها؟ ولا أنا حطيت لك القصد هذا، ها؟ أنت الحين الصحراء لما يكون في صحراء كذي وخالية، شوف فيها ناس وايد وشغلات كذي، ولا نشوف فيها جمل ماشي؟ ناس وايد. ناس وايد؟ لا، نرجع مرة ثانية السؤال، شو الفرق بين الصحراء والغابة؟ غابة فيها يعني شواهد، أما الصحراء ما فيها شيء. الغابة شنو فيها؟ أشياء وايد. مثل شنو؟ الأسد. لا، مو الحيوانات، أشجار، ها، وبعد؟ صخور، حيوانات وزحمة، ها، والواحد ممكن يضيع فيها، يعني ممكن يضيع. زين الصحراء شلون صايرة؟ صحراء فيها رمل، رمل خالية كذي، ها، واحد من بعيد يشوف اللي يبي، معدل. هاي الفرق بين الصحراء والغابة. هم هذول في الصحراء بعد، ها، شو يسوون؟ نشوفهم، نشوف اللوحة هذه لقطة، نشوف اللوحة الثانية هذه أحسن، لأن الثانية تقريبا في الصحراء. نشوف اللوحة هذه، اللوحة شكلها حلو يعني، لأن اللون البرتقالي والأزرق جميل، ما عدل يا شيخة؟ شو يسوون بالضبط هذول؟ اللي في البحر قاعد يسوون سياك البحر، إيه؟ هذول قاعدين. تمام، شوف حلو يعني، شكل الشمسية جميل جدا، شلون؟ هاي اللوحة من اللوحات الحلوة لأختكم شيخة. شوف في بعد شيء ثاني، شوف، ها، يلا وين شيخة؟ وينها على الشاشة؟ تمام، تبي تطلع لنا على الشاشة شيخة وتشوف لوحتها، بس احنا نرجع للوحة الثانية، مو عدل؟ ايه، خرجنا الحين، ايوه، تقريبا يعني هذه اللوحات اللي ممكن تنشاف. في لوحة أخيرة بس، هاي شو يسوي الريال؟ هني هاي اللوحة فاضية، ممكن شيخة تطلع مع اللوحة. شو يسوي هذا شيخة؟ هاي قاعد مع النسر. قاعد مع النسر والصقر قصدك، مش ذي؟ إيه، الصقر. شو يسوون في الصقر؟ ها؟ يعني إيش حاجة يودونه معهم البر؟ عشان صيدون فيه. صيدون فيه؟ إيه، في القنص، مع عدل؟ إيه، تمام. شو صيدون فيه؟ طيور ولا أرانب ولا؟ طيور. طيور؟ تمام. يقدر يهاجم الأرنب بعد، مع عدل؟ ها؟ تمام، تمام. خوش كلام. زين يا شيخ، انت صوتك يعني حلو، تمام، زين، بس مستحيه شوي بس. عدل، اصدقاء البرنامج الحين عشان لما نخلص تبين تقولين لهم شيء كذي، ها، يلا ايش تقولين لهم؟ اي شيء قولي لهم، اي شيء، ولا مع السلامه ولا شيء، ها؟ مع السلامه. شكرا يا شيخ. اصدقائي، نشوف فقره اخرى من فقرات برنامجنا. أصدقائي، نشوف مع بعض الحين مجموعة من الرسومات، ويهمنا أن أصدقاء البرنامج يستفيدون من الرسومات هذه، لأنها فنانين كبار، وفي نفس الوقت هم في بعضهم فنانين شباب. في اللوحة اللي قدامكم للأخت خلود القحطاني، خلود القحطاني هاي فنانة تحاول ترسم رسومات تمثل الكويت. اللوحة هاي اللي قدامنا، طبعا كلنا فرحنا في عودة الكويت وفي تحرير الكويت ورجعت الكويت حرة. الحمامة تمثل السلام، في رمز من رموز الكويت اللي هو قصر السيف. طبعا دخل الألوان، الألوان تكون هذه فاتحة وفيها نوع من الفرح. تسوي تصميم أو تكوين للوحة تمثل فرحة الكويت بالتحرير، وحمام السلام يرفرف على قصر سيف. اللوحة هذه من اللوحات اللي الحلوة اللي اخترناها لكم أصدقائي، علشان تشوفون الفنانة خلود القحطاني شلون تعبر برسوماتها عن فرحتها. اللوحة هذه أيضا من اللوحات
اللي ساعات الفنانين لما يبتدون يرسمون دائما لما يكون الفنان في مرحلة الشباب وبادي يشتغل وتوه في بداية حياته الفنية يتدرب على شيء يسمونه الطبيعة الصامتة. فالطبيعة الصامتة هذه أشياء جماد تكون موجودة محطوطة قدام الفنان بتكوين معين، التكوين هذا هو يسويه أو التكوين يلاقيه هو جاهز بروحه. فالفنان منذر الشمالي، فنان منذر الشمالي من الفنانين اللي ابتدوا حياتهم الفنية أيضا بلوحات جميلة ونتنبأ لهم مستقبل زين إن شاء الله. يكون في ستارة أو في قطعة من القماش، القطعة القماش هاي ساعات تكون فيها زخارف مثل السدو مثلا، أو تكون قطعة من القماش السادة لون واحد ومحطوطة على مكعبات أو على أجسام، نركب عليها بعض القطع الخزفية تمثال أو مثل شوف القوري اللي تحت أو تمثال صغير أو قطعة من الخزف، نسوي تكوين، بعد التكوين نرسم التكوين اللي سويناه هذا. فهاي اللوحات يسمونها لوحات الطبيعة الصامتة. ففناننا منذر الشمالي اللي اشترك معنا اليوم، والأخت خلود القحطاني، هذيل اللي قدموا لوحاتهم في برنامجنا اليوم وقدمناهم لأصدقائنا الصغار. أصدقائي مع بعض الحين نشوف الفكرة اللي راح نسويها اليوم، والفكرة هذه من الأفكار اللي موجودة في المدارس أيضا ويسوونها الفنانين الصغار ويسوونها أيضا الفنانين الكبار. تسمعون عن شيء اسمه الكولاج، اللي هو يعني تركيب الصور وتركيب الرسومات، غالبا ما تكون صور أحسن يعني في المجلة أو من بعض الكتب القديمة أو الجرائد أو المجلات، نجيب صور ونركبها على بعض تكون بشكل غير طبيعي وشكل مضحك وشكل غريب شوية. فوايد من الفنانين الصغار يسوون الشغلات هذه، وأيضا الفنانين الكبار يحبون ساعات يسوون لوحات كبيرة أيضا من الكولاج، تركيب الصور كذي بطريقة مختلفة شوية. لما نقول صور شوف قدامنا، أنا طبعا ما أقدر أحط كل المجلة قدامي، لكن لقيت صورة طفل مثلا وصورة طفل آخر، نقينا الصورتين هذيلة. طبعا حضرت الصورة، قصيتها بالكتر وحضرتها، وبعدين عندنا الوضع، احنا نشوف الوضع اللي قدامنا ونشلون نتصرف. نختار الطفل هذا اللي قدامنا ونبتدي نفرغ الشكل. Thank you.
أصدقائي، نشوف مع بعض الفكرة اللي سويناها اليوم. والفكرة هذه يعني لما نشوف، خلينا نشوفها بس على الكاميرا شيء أوضح، بسرعة أوضح. أيوة. هني اللوحة قدامكم ممكن تكون أصبحت الحين مضحكة يعني وكاريكاتيرية شوي وتضحك، لكن احنا قمنا بهذا العمل عن طريق منتجنا الصورة. الكلام هذا حق أصدقائنا الصغار، نقول لهم ان في شيء يسمونه الكولاج اللي هو تركيب صور مع بعض. طبعا ما نركبهم بصوره طبيعيه، نشيل الراس ونحط راس ثاني ونغير شخصيته، لا، احنا نغير التكوين ايضا ونخليه مثل الرسومات المضحكه. ونلعب بالنسب، يعني نسبه الوجه مو مثل نسبه الجسم، لكن احنا نسوي اللوحه هذه والاطفال الصغار واصدقائنا الصغار ايضا يحبون ان يسوون لروحهم كروت او لوحات وفيها تعبيرات حلوه مبتكره ايضا من عمليه التركيب. ونلاحظ اصدقائي ان يكون اللون متقارب
يعني اللون، لون الوجه مع لون الجسم. لما نركب الراس او نركب الايد او الريل او نركب راس طير على شكل حيوان، او راس طفل على راس على جسم طفل اخر، لازم نخلي بالنا انه ما يصير الوصل مكان التوصيله ما يكون واضح ويكون شاذ وما يبين، قصدي يبين وواضح ان احنا يعني مركبينه قصب. لا، على الاقل يكون شوية مثل الشغلة اللي سويتها قدامكم الحين هذه، يعني نحس كأن الرأس تبع الجسم بس يعني مو في نفس الحجم. هذا اللي أقصده أنا، أن تكون طريقة المونتاج عندنا أو طريقة الكولاج تكون حلوة وتخدع، يعني فيها خدعة شوية أيضا. هذه الأفكار تعطي أصدقائنا الصغار فرصة حق الابتكار ويشغلون مخهم ويسوون أشياء حلوة وممتازة. نتوقع إن شاء الله توصلنا منكم نتائج حلوة، ونتمنى لكم التوفيق أصدقائي. نشوفكم على خير، ومع السلامة.